ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى انا جبت لكم فيديو حلو قوي بتخليل، هنعمل مع بعض تخليل الليمون، الليمون المخلل ده ليمون اخضر. وعايزه اقولك ان الليمون ده هتاكليه ان شاء الله في خلال 3 ايام بس. بصوا، ده ليمون اخضر اللي هو الاخضر اللي في السوق دلوقتي، ده كده كيلو معايا ماشي. عايزه اقول لكم ان انا ما سلقتوش، ده مش مسلوق، لا احنا انا بجيبه وبحطه في ميه سخنه بتغلي، يعني اغلي الميه واروح حطاه واروح مغطيه عليه كده اهو في الميه المغليه يوم بليله، وبعد كده تاني يوم اروح دلقه الميه واروح حطاه له ميه تاني سخنه مغليه، بس المره دي عليها خل، وبعد كده اروح بردك سايباه 24 ساعه تاني، وبعد كده بردك بغطي عليه كويس، وبعد كده باجي تالت يوم. تالت يوم بقى بروح دلقه الميه كلها اللي هي كانت بالخل المغليه، وبحط تالت يوم ميه مغليه تاني، بس المره التالته دي بحط لها ملح. عايزه اقول لكم ان التلات مرات اللي بيحصلوا ورا بعض دول بتنزل كل المراره اللي في الليمون الاخضر، وبعدين لما بيتسلق بيتهري، ده ما يتهريش خالص. انا هعمله لك زي اللي بتجيبيه من المحلات اللي هو في اكياس الترشي، ده اللي هو بيبقى في الكيس بتاع الترشي ده، هيبقى نفسه اطعم وانضف واحسن، وهتاكليه في 3 ايام بس ان شاء الله باذن الله. عايزين بقى نخش على المقادير معانا. ده طبعا بعد الثلاث ايام المراره كلها نزلت، وده كيلو. هنا انا معايا جزرايه واحده بس صغيره مقطوعه كده نصين، مش هبشرها ولا حاجه. وهنا معايا دي حته من الكرفس، انا بجفف الكرفس في الفريزر وبخليه عندي، برده هبقى اعمل لكم فيديو عن الكرفس لما نجففه ازاي ونشيله في الفريزر. وده عندي فنجان من الخل، وده عندي ملح، وزي ما قلت لكم في اي مخللات ان احنا بنزود كميه الملح، وما بيحدقش ولا حاجه، بس عشان خاطر المخللات معايا ما تتهريش. ودي معلقه صغيره من السكر. وهنا ده معايا اللهم صل على النبي عصفر، ده معايا عصفر، معايا معلقتين كبار من العصفر. وده معايا 2 قرن فلفل حامي، لو ما بتحبيش الحامي مفيش مشكله. وقشر الليمون بردك بخليه معايا، يعني انا هنا عصرت ده نص كيلو ليمون عصرته، دي معايا كوبايه كبيره من عصير الليمون خام سك من غير ميه ومن غير اي حاجه. والقشر بتاعه مش هرميه، انا هخلي بردك القشر بتاعه هقولك هنعمل بيه ايه. ومعايا برطمانين ازاز عاديين خالص، اي برطمانات عندك بس تفضل ان هي تكون ازاز، وتعقميهم زي ما قلتلكوا. التعقيم بيكون بميه مغليه، بتغلي الميه بتاعتك وبعد كده بتكون حاطه فيها خل، وبتاخدي البخار بالميه بالخل وتروحي مطلعاه كده اهو، بعد كده تنشفي وبس كده بتبقى البرطمانات معاكي متحكمه. ودي الميه اللي احنا هنزود بيها المخلل بتاعنا. عايزه اقولك ان الميه دي ميه مقطره، يعني ايه ميه مقطره؟ يعني ميه احنا بنغليها وبنسيبها تبرد خالص لغايه لما تبقى عامله زي ميه الحنفيه. التعقيم بتاع الميه ده ما يخليش عندي اي نوع من انواع المخللات يعمل لا ريم ولا يتهري ولا يحصل له اي حاجه ان شاء الله. ندخل بقى على بعض مع بعض كده ان شاء الله ونشتغل على طول. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنحط بقى الليمون بتاعنا كده اهو. طبعا انا بقول لكم ان هو لما بيتسلق بيتهري، يعني انا ما بسلقوش، انا بعمل الحركه دي وهتعجبكم قوي 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 اهو. انا هعمل معاكم البرطمانين اهو اهو كده بالشكل ده. الاول انت بتحطي الحاجه، ما تحطيش الميه الاول عشان لو جيتي تحطي الحاجه الميه تبقى زياده وهتقع بس. وهنا برضك هزود اهو اهو، هظبط البرطمانين بتوعي اهم كده كويس اهو، حطينا كده في البرطمانين بتوعنا. وهنا لسه معايا شويه، هعمل بردك برطمان تاني. المهم هنحط بقى ايه، حته كده صغيره من الكرفس، وهنا بردك حته صغيره من الكرفس. عايزه اقولك ان هي الكرفس بيفرق بردك في الطعم. وهحط هنا حته من الجزرايه، وهنا بردك حته من الجزرايه، وهنا هحط حبه من الفلفل الحامي، يعني قرن واحد، ومن هنا بردك قرن واحد بتاع فلفل الحامي. واحط بقى شويه كده من العصفر، وهنا كمان احط شويه من العصفر هيعجبكم قوي. وهنا بقى شويه من السكر، حبه صغيره سكر كده وحبه صغيره سكر. السكر ده ماده حافظه، عايزه اقول لكم ان السكر ماده حافظه. وبعدين بقى احط الملح اهو، انا هزود الملح شويه، هو مش هيبقى حادق ولا حاجه اهو، هنزود الملح كده اهو شويه. وبعد كده هنا اهو شويه من الخل، وهنا شويه من الخل، وبعدين هحط حبه من عصير الليمون بقى اللي هو ايه، العصير الليمون خام من غير لا ميه ولا اي حاجه كده اهو، شويه كده اهو اهو، شويه من عصير الليمون اهو، يعني فنجال وفنجال مثلا. وبعدين هنزل بقى بالميه اللي هي الميه ايه، زي ما قلنا ميه مقطره
اللي هي مغلية قبل كده وسايبينها لما تبرد خالص 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 اهو. وكده بقى خلص معانا المخلل الليمون بس، وهنقفل بقى عليه كويس وهنسيبه لمدة 3 ايام وتاكلي منه وبألف هنا وشفا. ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، ويا ريت يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان عندي كل جديد ليكم. سلام عليكم، باي باي. استنوا، رايحين فين؟ نسيت اقول لكم، قبل ما بنقفل البرطمان بحط القشر بتاع الليمون ده كده بالطريقة دي، احط القشر بتاع الليمون، هياخد بقى اي سواد يطلع اي ريم يطلع هيمتصه. وعلى فكرة هو بردك قشر الليمون ده ممكن يتخلل، يعني ليه طريقة بردك للتخليل، واقول لكم على طرق حلوة لقشر الليمون. وبعدين هنغطي بقى البرطمان بتاعنا كده كويس وهنحتفظ بيه 3 ايام ان شاء الله وكلي منه. وسلام عليكم، باي باي.